حيث أعلن رئيس الدولة الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح عن إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة يوم 12 من ديسمبر كانون أول المقبل، معتبراً أنها سترسي الثقة في البلاد وستكون بوابة الدخول لمرحلة واعدة حسب تعبيره. دعوة بن صالح تعرضت لانتقادات من قبل قطاع واسع من الأحزاب السياسية التي شككت بإمكانية إجراء الانتخابات في التاريخ المحدد، وطالبت بإجراءات وتحضيرات قبل الحديث عن الانتخابات. الدستور الجزائري ينص على أن انتخابات الرئاسة تجرى في غضون 90 يوماً من تاريخ توقيع الرئيس لمرسوم دعوة الناخبين للاقتراع. المزيد في تقرير لبيبة شريفة. في وقت ما زال الكثير من الجزائريين والقوى السياسية المنظمة غير مقتنعة تماما بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية لأسباب عدة، التزم رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح بالموعد المحدد سابقا من قبل قائد الأركان أحمد جايد صالح، ووقع رسميا أمس الأحد مرسوما لاستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية للتصويت يوم 12 من ديسمبر كانون الأول المقبل واختيار رئيس جديد للبلاد. توقيع المرسوم تلاه تنصيب اللجنة العليا للانتخابات تحت اسم السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات والكشف عن 50 عضوا فيها، إلى جانب انتخاب وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها. بن صالح وحول هذا التنصيب وفي خطاب وجهه للجزائريين أكد أنه آن الأوان ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بين الشعب، مضيفا أن الانتخابات هي تتويج لحوار أدى إلى توافق حول الانتخابات وضماناتها لضمان مصداقيتها. ما قاله الرئيس المؤقت لم يبدو لبعض الأحزاب السياسية أنه في مكانه، بل أثار الكشف عن تشكيل لجنة الانتخابات والاستحقاق الرئاسي موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة بين الأحزاب السياسية والمواطنين الجزائريين. ففي حين اعتبرت بعض الأحزاب أن التنصيب يشكل تقدما إيجابيا في الممارسة الانتخابية، يرى على النقيض بعض الأحزاب السياسية أن العجلة في تنصيب السلطة المستقلة دون توفر الشروط تعمق القلق على مستقبل الحراك وتدعو للتحفظ على هذه الإجراءات وتزيد ثقل المسؤولية على الشعب. وفي ظل هذا التباين تصبح المخاوف من عدم استقرار الحال في الجزائر السيناريو الأقرب إلى الواقع، خاصة وأن فئة كبيرة من الشعب ترفض الدعوة للمشاركة في هذه الانتخابات معتبرة إياها تجاوزا لما يطالب به الحراك منذ أشهر عدة. لمناقشة هذه التطورات أرحب معي عبر سكايب بالإعلامية الجزائرية بسمة لبوخ. بسمة، من الناحية الدستورية هناك من يرى بأن إجراءات عبد القادر بن صالح غير دستورية لأنها لا تنسجم مع مطالب الشعب الجزائري، وروح الدستور الجزائري هو تلبية مطالب الشعب، وهناك من يرى العكس أنها تلتزم بالآجال الدستورية المحددة لإعلان انتخابات رئاسية قادمة. من وجهة نظرك هل ما قام به بن صالح دستوري؟ كما ذكرت أنت، يعني بداية أشكركم على الاستضافة. هناك اختلاف في وجهات النظر، أو لنقل في القراءات القانونية والدستورية للمواد التي باتت مفتوحة منذ تطبيق المادة 102 التي بمقتضاها تم تنحية بوتفليقة وتنصيب بن صالح رئيسا للدولة والتجديد له، ربما التجديد له هو الذي طرح الكثير من الأسئلة عن الجانب القانوني المتعلق ببقاء بن صالح، والذي هو يعتبر من الباءات الذي طالب الحراك منذ جمعاته الأولى بذهابه عن المشهد، هو ورفقة بدوي. وبدوي كانت هناك كثير من المصادر خاصة رويتر تتحدث بأنها من مصادر قريبة من الحكومة على أنه سوف يقدم استقالته قريبا، إلى حد الآن لا يبدو أنه الاستقالة قد تمت، وهذا يطرح المزيد من الأسئلة خاصة بعد تنصيب السلطة المستقلة المكلفة بالإشراف وتنظيم الانتخابات. المشهد معقد جدا في الجزائر، وربما مياه الانسداد السياسي انحصرت على حلين ربما لا ثالث لهما، ما هما؟ وإما الذهاب إلى انتخابات
ومسايرة النظام ومحاولة التغيير عبر الأسلوب الذي يريده النظام أو مقاطعة هذا الانتخاب، وهذا هو السلوك الذي كان دائما لدى الجزائريين في المواعيد الانتخابية التي مضت لنقل حتى منذ طيب. الاستقلال، استثناء ما وقع في التسعينيات التي كانت الانتخابات الوحيدة النزيهة التي وقعت. هذه مواقف الأحزاب إلى حد ما، لكن الشارع الجزائري الغاضب وخاصة في أيام الجمعة كيف استقبل هذا الموعد تحديدا؟ وهل هناك جزء من الشارع يرى لنساير بن صالح، وهناك ما زال أمامنا يعني حوالي 3 أشهر للتحضير لتلك الانتخابات؟ بسمة، يبدو أن فقدنا الاتصال مع بسمة مرة أخرى. أعيد سؤالي إذن بسمة، سؤالي عن موقف الشارع الجزائري من ذلك الموعد. موقف الشارع من الجزائري كما أشرت قبل قليل، هناك يعني وأنا يعني كمتابعة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في الشارع من خلال المظاهرات قد لمسنا رفض للانتخابات، ما كانش انتخابات مع العصابات، الكثير من الشعارات التي حملت. ودعني هنا أشرح هذه النقطة. الذي يرفض الانتخابات الآن ولا يرفضها كرفض للانتخابات وبحث عن وسيلة أخرى للانتقال الديمقراطي، هو رفض لآلية أصبحت مشوهة بالنسبة للجزائريين، ودائما طالتها هي عبارة عن تزوير وإعادة تدوير، هي عبارة عن استمرار النظام القائم، لذلك لا تحظى بذلك القدر من الثقة. ما كان مطلوب هو إجراءات ثقة فعلية تثبت بأن السلطة تريد أن تغير عبر هذه الانتخابات. لكن وجهة النظر الثانية ترى بأن هذه الانتخابات مع الشطر الكبير الذي ذهب إلى السجن، حملة التطهير التي يقوم بها قائد الأركان مع صفوة الجو نوعا ما بابتعاد هذه الوجوه عن المشهد، قد تشكل بداية وانطلاقة سلسة. يرى البعض بأنه لماذا لا نذهب في هذه الانتخابات، ويقول القوة الشارع هي التي تفرض بديلا يدفع به الشارع ليصل إلى قبة إلى السلطة إلى الرئاسة. طب ما الذي يطرحه المعترضون من خيارات؟ هل هناك خيارات معقولة منطقية ويمكن إنجازها خلال هذه الأشهر المتبقية على موعد ديسمبر المقبل؟ هناك خيران، هناك من يريد الذهاب إلى مرحلة انتقالية، ومن خلال هذه المرحلة سواء طالت أو قصرت يتم الانتقال ويتم تنظيم انتخابات عن طريق تعيين مجموعة ممن يجمع أو يثق فيهم الحراك والتأسيس من خلال مرحلة انتقائية. لكن ضمن هذه المجموعة هناك من يريد الذهاب إلى الانتخابات لكن يريد المزيد من إجراءات وضمانات النزاهة. دعني أقول بأن البعض الآن بات يطالب بنقل هذه الشروط الخمسة المتعلقة بالفتح الإعلامي ووقف التضييق على المتظاهرين، اعتقال إطلاق سراح معتقلي الرحيل حكومة بدوي. هذه الشروط بات ينقلها من شروط من أجل إجراء الحوار إلى شروط من أجل الترشح أو الذهاب إلى انتخابات فعلية. المشهد لم يتبلور بعد في الجزائر. الطبقة السياسية كما ذكرت، الأحزاب لم تفصح عن رغبتها في الترشح إلى الآن. ما زال المشهد غامضا إلى حد كبير، لكن كلا الفريقين سواء من قرر الذهاب إلى الانتخابات أو من ما زال يقاطع الانتخابات ويرى بأنها عبارة عن ألعوبة أو عبارة عن إعادة تدوير للنظام، أيضا ما زال متمسكا في رأيه. نعم، شكرا لك بسمة لبوخة الإعلامية الجزائرية.